مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأريكم طريقة عمل سلطة اللبن مع الخيار. أولا تقطع خيارتين بحجم متوسط مكعبات، ثم نضع المكعبات في وعاء عميق. ثم نضيف 500 جرام من اللبن الزبادي ونسكب كوب من الماء، ثم نرش نصف ملعقة صغيرة ثوم ونضيف ملعقة صغيرة ملح، ثم نحرك المقادير جيدا، وهذا الشكل النهائي. نشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني، وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق.